بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. صدق الله العلي العظيم. برعاية السيد رئيس جامعة البصرة أستاذ دكتور مهند جواد كاظم الأسد المحترم، وبإشراف السيد عميد كلية التربية للبنات أستاذ مساعد دكتور أمل محمد عبد الكريم المحترمة، تقيم وحدة التعليم المستمر وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر جامعة البصرة ندوة إلكترونية بعنوان بر الوالدين يلقيها على مسامعكم كل من الأساتذة الكرام أستاذ دكتور هناء عبد النبي المحترمة، وأستاذ مساعد دكتور سنان سعيد المحترم، ومدرس مساعد عبير عباس خضير المحترمة. دكتورة هنا موجودة؟ نعم موجودة. السلام عليكم ست مروة. وعليكم السلام، أهلا وسهلا دكتورة. السيدات والسادة الحضور، إن شاء الله نبدأ المحور الأول من الندوة الإلكترونية مع أستاذ دكتور هنا عبد النبي المحترمة، فلتتفضل. مشكور، تفضلي دكتورة. شكرا جزيلا ست مروة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في البدء أتقدم بالشكر الجزيل إلى عمادة كلية التربية للبنات متمثلة بالسيدة العميدة الدكتورة أمل، وإلى وحدة التعليم المستمر الست مروة، وللزملاء والزميلات في قسم العلوم التربوية والنفسية والمشاركين معي في الندوة، أستاذ مساعد الدكتور سنان سعيد الأسدي ومدرس مساعد الست عبير خضير. في الحقيقة هنالك توجيه، متحدثتكم أستاذ دكتور هنا عبد النبي مسؤولة وحدة الإرشاد في كلية التربية البنات وتدريسية في قسم العلوم التربوية والنفسية. في البدء هنالك توجيه من جهات عليا بضرورة التحدث عن بعض الأمور المهمة، ومن ضمنها الكتاب اللي وصل من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء اللي تحث على إعطاء ندوات وإرشادات وتوجيهات للشباب والشابات وكافة أبنائنا في المجتمع لتوعية ونصح وإرشاد، توجيه بقضية مهمة ألا وهي بر الوالدين وطاعة الوالدين. اخترنا في هذا اليوم أن تكون هنالك ندوة إلكترونية، ولو الوضع الدراسي للطلبة ما زال البعض تحت ضغوط الامتحانات، ربي يوفق الجميع، والبعض لا أنهاها والحمد لله. فأهلا وسهلا بكل من يشارك في هذه الندوة، ونتمنى أن نعطي ولو شيء قليل من التوجيهات والإرشادات اللي تحث أبنائنا وبناتنا على، لا سمح الله إذا كانت هنالك معصية أو كان هنالك يعني تطاول لا قدر الله على الوالدين، خصوصا أن احنا نبدأ بآيات الله في كتابه العزيز، ولا تقل لهما بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العلي العظيم. طبعا بر الوالدين هو أقصى درجات الإحسان إليهما، فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية. طبعا ذكرت في البدء الآية القرآنية إن الله يكرم الإنسان بإكرام هذا الإنسان لوالديه، لأن الله سبحانه وتعالى قرن رضاه وإحسانه برضا الوالدين. يعني هنالك العديد من الناس تصلي وتصوم وتزكي وتحج بيت الله، لكن عنده عقوق للوالدين، فهذا كله يمكن كل الأعمال وكل ما يقوم به من حسنات كلها تذهب هباء لمعصية والدي أو التطاول أو تجاهل وجودهم في حياته. ومع الأسف الشديد أن نجد أن هنالك العديد من الدول العربية اللي تقر بالإسلام وبشرائع الإسلام، نجد أن أكثر هذه الدول والشعوب كثرة
وجود المسنين في دار الأيتام، وإحنا زرناهم لمرات عديدة في محافظتنا، وجدنا أن هنالك الشيء يؤلم القلب، أن هنالك أعداد كبيرة من المسنين يكون مصيرهم في دار دور الدولة، رغم وجود أبناء وبنات أعطاهم الكثير من أوقاتهم وصحتهم وعافيتهم، لكن بالمقابل كان مع الأسف مأواهم في دار المسنين. زوجة الابن ما تريد هذا الأب، والعفو زوج البنت ما يريد هاي الأم، ومع الأسف أن يبقى الإنسان في عمر متقدم يبحث عن مأوى، يبحث عن بيت، يبحث عن استقرار، فما يجد نفسه إلا وهو في دار الدولة للمسنين. فهذه مسألة لابد أن تراعي، وأمر لابد أن يعالج بقدر الإمكان وبقدر ما تسمح به أو ما تقدمه كل الجهات المعنية من الدولة إلى رجال الدين، إلى أساتذة علم النفس والإرشاد، إلى الصحافة، إلى الإعلام، إلى كل الجهات، وإن شاء الله ربي يقدر الجميع بحيث احنا نكون إن وقع وأثر في نفسية بعض الأبناء والبنات، وما نفعله ما هو إلا شيء قليل. إذن احنا نذكر في بر الوالدين من روائع الدين الإسلامي أنه يمجد للبر، فحقا إن الإسلام هو دين البر اللي يبلغ من الشفقة والرحمة، بحيث ما يريد هؤلاء الأب والأم، أني أتأفف كلمة الأف البسيطة يمكن أن تكون في بعض الأحيان بها فد عقوق وبها فد نوع من الـ ممكن التقليل من قيمة الأبوين وتقليل من قدرهم وأحسانهم وكل ما عملوا في حياتنا. من طبعا نبدأ بالأم اللي يبدأ الحمل 9 أشهر ومشاقة ومتاعبة حالتها النفسية وضعها الصحي، كل هذا إلى الولادة ومشاقها وغيرها، إلى الأب وما تحمله من عناء وعمل وتعب وتعليم للخلق للقيم للتربية، كل هذا يمكن يعني لو نتكلم إلى فترة يعني إلى مدة جدا طويلة، كل هذا الكلام يمكن لا يغني ولو ب شيء قليل. يعني تروين القصص أن أحد الأبناء يحمل أمه على أكتافه يحج بها بيت الله، فيقول للرسول: يا رسول الله، هل أوفيتها المرة الأولى؟ قال: لا. الثانية: لا. الثالثة: قال: إنك ما توفيها هذه الأم ولو بطلقة واحدة. هذه الطلقة اللي تتحمل الأم بها كل العناء وكل التعب، وممكن أن لا سمح الله يمكن أن يقال دائما ان الجنه تحت اقدام الامهات، لان كل ما تعانيه المراه من مشقه وتعب وممكن ان تخسر حياتها في وجود اي شيء يحدث للولاده، هذا كله يمكن ما يقول له ما وفيت هذه الام ولو بطلقه واحده. اذا هنالك ادله مستمعينا وطلابنا وأساتذتنا المحترمين، هنالك أدلة شرعية على بر الوالدين. أنا أتحدث اليوم عن شلون حرص الإسلام على بر الوالدين، وقرن طاعة الله بطاعة الوالدين، وجعل إحسان المرء لوالديه من أعلى درجات الإحسان والسداد والتوفيق في الدنيا. يعني مرات يشوف الإنسان نفسه إشقد بارب والديه، إشقد الله يسر طريقه، يعني مثلا يقبل إيد الأم أو الأب، يطلع للدوام، يروح الامتحان، يروح يطلب رزق، فسبحان الله تتيسر الأمور، لأن يعني منزلتهم كبيرة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لكن يغضب والدي فيشوف أموره كلها متعرقلة، ما ينجح وما يتوفق بعمل، وحتى العلاقات الاجتماعية، لأن احنا بعلم النفس ونظريات عديدة تأكد على علاقة الأم بالطفل، يعني علماء الاجتماع وعلماء الدين وعلماء التربية يقولون علاقة الإنسان بالأم بالوالدين بصورة عامة، خلي أقول حتى ما نغبن حق الأب، إذا صلحت علاقته بالوالدين صلحت علاقته بالمجتمع، وإن ساءت علاقته بالمجتمع. فالأدلة عديدة، إذن الإسلام أكد لنا على البر للوالدين، النبوية تأكد هذا العمل.
طبعا أولى الإسلام اهتمام كبير ببر الوالدين، فجعله من أعظم الأعمال وأفضل الأعمال بعد الصلاة طبعا المكتوبة. وهذه إشارة ولفتة إلى عظمة الدور الكبير في حياة الفرد. فطبعا الأب والأم الأنجبان وتكفلوا، هي القضية مو قضية تغذية، لا، القضية قضية نفسية، قضية إنسانية، إنهم شلون يتكفلون بالرعاية، بالتوجيه، بالحب، بالحنان، بالرأفة، بالرحمة، هذا كله له دور ومكانة وأهمية. طبعا أدلة على بر الوالدين في القرآن الكريم في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. في سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أفا ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وأيضا سورة لقمان: بسم الله الرحمن الرحيم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين إن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله فصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأخيرا سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علما فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. وأيضا هنالك أقوال لرسولنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: قال من أرضى والديه فقد أرضى الله ومن أسخط والديه فقد أسخط الله. وقبل قليل ذكرت لكم الجنة تحت أقدام الأمهات. جاء رجل إلى النبي يريد الجهاد فأمره النبي أن يرجع ويبرأ أمه، فعاد الرجل رغبته في الجهاد فأمره النبي أن يرجع ويبرأ أمه، وفي المرة الثالثة قال النبي: ويحك، ألزم رجلها فإنك تلثم الجنة. وأيضا جاء رسول إلى النبي فاستأذنه في الجهاد فقال عليه الصلاة والسلام: حاول أن ترضي والديك فجاهد فالجهاد مرضات الله ثم الجهاد. وأقبل رجل على الرسول قال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله، فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، وإن كلاهما، قال النبي: فتبتغي الأجر من الله. قال: نعم، قال النبي: فارجع إلى والديك فاحسن صحبتهما. وبر الوالدين من أعظم أبواب الخير. وقد جاء الحديث الذي سأل فيه عبد الله بن مسعود النبي قائلا: أي العمل أحب إلى الله؟ الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذن هنالك أحكام شرعية وهنالك استشهادات كثيرة في القرآن الكريم وفي أقوال رسولنا الكريم، كلها تؤكد على بر الوالدين وطاعتهما. إذن اليوم نحن نعيش في مجتمع والعياذ بالله أن هنالك بعض الأفراد اللي ممكن يتصرف بطرق لا أخلاقية مع الوالدين، أو في بعض الأحيان يمكن أن
يصبح لديه عقوق الوالدين، يرفع صوته على الوالدين، لا يطيعهما، لا يستجيب لمطالبهم، كبار السن ما يساعدهم، محتاجين علاج ما يأخذهم للطبيب، بالإضافة إلى يرفع صوته عليهم، يحاول أن يعتبرهم هم عالة عليه، ينسى الفضل والتعب والسنين والسهر اللي بذلوها كلها في سبيل أن يجعلون منه إنسان ناجح. إذن هنالك حقوق للوالدين علينا لابد أن ندركها، نفهمها، نقيمها. منها إن كان من الطبيعي أن يشكر الإنسان من يساعده، أي إنسان اليوم يساعدني قدم إلي إيد العون والمساعدة فأكيد أشكره. فإذا كان هذان الشخصان هما الوالدان، طبعا هم أحق الناس بالشكر والتقدير. لماذا؟ لأن قدموا من عطاء وتثاني وحب لأولادهما، ما ينتظرون المقابل. وأعظم سعادة هم أن يشاهدون الأبناء في أحسن حال وأعظم مكانة. طبعا هذه التضحيات العظيمة اللي يقدمها اليوم الآباء والأمهات لابد أن يقابلها حقوق من الأبناء. السؤال، ما هي هذه الحقوق؟ طبعا أنا أخذت هذه الحقوق من كتاب الله العزيز الجليل، من القرآن الكريم. أولا الطاعة لهما وتلبية أوامرهما والإنفاق عليهما عند الحاجة. الثاني، الحقوق الثانية هي التواضع لهما ومعاملتهما برفق. ليش أنا متكبر على أمي وأبوي، متكبر على أسرتي؟ أقدمهم أتكلم أمام أتكلم بوجودهم، ما أعطيهم فرصة يتكلمون، أنا سيد الكلام؟ لا، الطاعة وألبي أوامرهم، أنفق عليهم، أتواضع لهم، أقدمهم في الكلام حتى بالمشي. يعني مرات نشوف بسوق، بمكان عام، بجلسة، شوف الابن أو البنت تمشي أمام الأب والأم، لا هم يمشون، أنا اللي أمشي بعدهم. هذا تواضع، أقدمهم بالكلام بالمشي احتراما وإجلالا لقدرهم. خفض صوتي عند الحديث معهم. ليش صوتي عالي؟ ليش الأب والأم ينصحوني؟ أنا يقولون ما تنصحوني، أنا أعرف وضعي، أعرف، يقولوا لي أدرس، يقولوا لي أعمل، يقولوا لي امشي بما يرضي الله. ليش أنا أرفع صوتي عليهم وأسب وأشتم؟ نعم نعم، ووصلت الحالة إلى الضرب، طلع عنده شاشات التلفاز والإنترنت صور تهين الأب، تهين الأم. يعني مع الأسف الشديد، يعني الرأفة والرحمة والدين والعبادات كلها تقف عاجزة أمام هؤلاء الأشخاص. يسب، يضرب، يطرد الأم، يطرد الأب، يقول له تعال علي، ما ينطي مصروف، ما يجيب له علاج، إلى طبعا احنا ما نريد نطلع فقط النموذج السيء، لا، بالمقابل هنالك أبناء وبنات يبرون آبائهم وأمهاتهم بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بالحب، بالحنان، بالتعلق بهم، يدخل يقبلهم، يطلع يقبلهم، ياخذهم زيارة، ياخذهم سفرة سياحية، ياخذهم للأقارب، الحديقة، السوق. هذا كله ممكن أن يجدد ويخلي العلاقة إلها وزن وإلها أثر جدا كبير. بالإضافة إلى ذلك، أنا الآن أتكلم عن الحقوق في القرآن الكريم، خفض الصوت والتواضع والطاعة، استعمال أعذب الكلمات وأجملها عند الحديث معهم. يعني أنا أتكلم مع الناس بكل طيبة وبكلام حلو ومنمق، وأعزف بعض الكلمات مثل المعزوفة اللي شيقة للأذهان، وبالمقابل أتعامل مع الوالدين بكلمات نابية، كلمات مهينة، كلمات مخجلة. لا والله، بالعكس، أستخدم أعذب الكلمات وأجملها عند الحديث معهم. الجانب الآخر أو الحقوق الأخرى، أحسن التعامل معهم خصوصا في مرحلة الشيخوخة. إحنا نقول الإنسان كل ما يكبر وكأنما هو يصغر، يحتاج الحب، الحنان، الدفء، فيطلب بعض الطلبات، يمكن ينسى هذا المسن، تضعف ذاكرته، ممكن جسده يتعب، ما يقدر يعمل. أساعده بالعمل، الأم، يعني مع الأسف الشديد نشوف أمهات كبيرات ويدورون يديرون المنازل ويعملون بالدوام، وأكو شباب وشابات ما يساعدهم، مو شرط أبنائهم. يعني أنا أشوف أم كبيرة تريد تحمل فد شيء من الأرض، أنا أجي أحمله حتى لو ما تكون أمي،
زميلة بالعمل بالشارع، شفتها جارة بمكان عام، هذا طبعا في ميزان حسناتنا أكيد. إذن أبنائي بناتي إخواننا أساتذتنا الأعزاء، شلون أستخدم الكلمات العذبة؟ شلون أجمل الكلام عندما أتحدث معهم؟ بعد شنو عندي؟ عندي إحسان التعامل معهم، شلون أحسن التعامل في الشيخوخة؟ ما أظهر إني متضايق أو متضايقة من طلباتهم، حتى لو كانت كثيرة، حتى لو كانت متكررة، حتى لو كانت يعني يومية، ما أمل ولا يصير عندي سؤم ولا يصير عندي ملل، لا بالعكس أنا مستجيب. عن دائما انا اتكلم عن الام، لان الام تعرفون المراه الام هي السهر لها والتعب اكثر من الرجل، خصوصا بالحمل والولاده والرضاعه. لكن قلت لكم مع ذلك انا ما اغبن حق الرجل والاب. اذا شلون يكون تعاملي مع الام؟ حسن الصحبه، صديقتي، عشره جيني اطيحها، اتبادل وياها اطراف الحديث، اعمل فد اكله تحبها، اخذها الجار، اخذها المنطقه اللي نسكن بها قديمه، اخذها للزياره، اذا وغيرها وغيرها من الامور اللي كلها انتم اكيد جاي تدركون معنى الكلام. اشكرهم يعني اللي جاء بشكر الله والدعاء لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اكرر كلمات الشكر والتقدير والعرفان والثناء، هذا كله تعزيز. اشتري لهم هدايا، اشتري لهم ثياب جديده، انوع مكان اللي طلعوا له، اخلي فد مكان بالحديقه ركنهم يجلسون بيه. كل هذا اكيد راح يكون له فد وقع كبير على صحتهم النفسيه واثرهم على علاقتهم بينا بداخل الاسره. الشيء ايضا الغريب اللي الاحظه في هذه الايام، يرضي زوجته، يرضي اولاده، يرضي الناس المحيطين، يرضي اصدقائه، لكن بالمقابل ما يفكر برضا الأب والأم اللي يعادل أشياء جدا كبيرة. وأيضا الإحسان، أحسن إلهم وقدم أوامرهم وطلباتهم وجاهد نفسي برضاهم. ويعني سبحان الله، يعني أكون الآية القرآنية تقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ممكن يكونون غير مسلمين، صاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذا أبنائي بناتي، إحنا اليوم نريد نوجه رسالة، والرسالة من خلال وحدة الإرشاد، ومن خلال التعليم المستمر، ومن خلال كل الأيادي والألسن والأرجل اللي تسعى إلى أن تحقق شيء مفيد بداخل مجتمعنا، شيء مثمر، شيء برضا الله، شيء نوع من التفاني والرفعة والقوة والقدرة. فأتمنى هذا الكلام راح يكون له أثر جدا كبير في نفسية من يسمعنا، أو يوصل صوتنا إلى من لا سمح الله لديه عقوق ولو بجزء بسيط. إذن عكس البر هو العقوق، نتيجته وخيمة، لأن لا يدخل الجنة حسب قول رسولنا الكريم قاطع، القاطع اللي هو يعني قاطع الرحم، والعقوق هو العق والقطع، وهو من الكبائر، ووصفه رسول الله من أكبر الكبائر في الحديث. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا وجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، العفو وشهادة الزور عفوا، فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. إذن العق لغة، هو المخالفة، وضابطه عند العلماء أن يفعل مع والديه ما يتأذيان منه. شلون تأذي الأم والأب؟ بالبهتان، ممكن في بعض الأحيان بأنك تتفوه بكلام، أنك ما تزورهم إذا أنت كنت ببيت مستقل، ما تدعوهم يوم مرضى، ما تاخذهم للطبيب، ما تغير بيئتهم. لا، هذه الامور كلها الله سبحانه وتعالى ما يقبل عليها. انت يعني شنو تعمل عمل ولو صغير لكن هو عند الله
جدا كبير وماتوا فيهم ولو بشرب التمره هذا البسيط. اذا دكتوره هنا شرعيه خاصه بالوالدين وبر الوالدين حتى بعد موتهما. طبعا الاحكام الشرعيه لا حد على الوالدين في قصاص او قطع او قذف. للاب ان ياخذ من مال ولده اذا احتاج بشرط ان لا يجحف به ولا ياخذ شيئا تعلقت به حاجته، ولا ياخذ من مال ولده فيعطيه لولده. لا سمح الله ان يحدث ان الاب والام، يعني مرات ابن يقول والله ابوي وامي يحبون اخوي، او بنت تقول امي تحب اختي. طبعا هذه في بالنا لكن هي مو حقيقه، لان قلب الاب والام هو جدا كبير ويتسع للكل، فما اعتقد ان هنالك تفرقه. وايضا في المقنع ذكر وليس للابن مطالبه ابيه بدين ولا قيمه ولا ارث طبعا على الوالدين. هم طبعا كل ما يجمع الاب والام هو للابناء، فمو انا اجي اقول لهم اعطيني ورثي. عفوا دكتوره هنا اذا تسمعيني كذا، فهذه الامور كلها نعم يمكن يكون لها اثر كبير. طبعا انا اتمنى ما ولو عندي ماده بعد اكثر. وصل بالشكل المطلوب، ودعائي للجميع بأن يطيل الله في أعمار والديهم، والمجال والمساحة موجودة في الحياة لمن قصر في جانب بإمكانه أن يعوضه بأيام قادمة بإذن الله تعالى. رحم الله من توفوا من والدينا، ونهدي لهم ثواب سورة الفاتحة، خصوصا احنا ندوتنا في ليلة الجمعة، ودعاؤنا إلى الأحياء بالصحة والسلامة، ووفق الله جميعا لما فيه الخير والصلاح. شكرا جزيلا ست مروة، وشكرا لقائمين على هذه، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة حديث ست، وأترك المجال للأخوان والأخوات زملائي في الندوة. شكرا جزيلا دكتورة هنا. إذن بر الوالدين هو طريق مفتوح نحو الجنة. من هذا المنطلق ندعو الأستاذ مساعد دكتور سنان سعيد للتفضل بمحور الخاص به. تفضل دكتور سنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. الله يبارك بكم، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة، أبدأ بالتحية والسلام العطر للسادة الحضور المشاركين، وإلى الست الأستاذة الدكتورة الفاضلة هناء العبادي، وست مروة وست عبير حقيقة لعملهم الدؤوب في تناول هكذا مواضيع مهمة في المجتمع، تتناول القيم الأخلاقية والدينية، واليوم ما أحوجنا إلى هذه المسلمات القيمية التي نتناولها مفرداتها في المجتمع. فشكرا جزيلا لكم. طبعا حقيقة الدكتورة هنا لم تشارد وواردة إلا لم تذكرها، وبارك الله فيها على هذه الجهود الحقيقة الأكاديمية الراقية والرائعة. وأنا بدوري سوف أتناول الجانب القيم الأخلاقية. القيم الأخلاقية عامل مهم في كل المجتمعات. طبعا يقتصر جميع من تناول الشأن التربوي والنفسي والاجتماعي والتربوي بأن القيم الخلقية مهمة جدا، وتعد عنصرا أساسيا من عناصر وجود المجتمع العربي الإسلامي، ومقوما جوهريا على منظور العقيدة الإسلامية. وأن الأخلاق والجانب الأخلاقي في بر الوالدين تعتبر من أهم وظائف التربية. لماذا؟ لأنه اليوم التربية هي عبارة عن عملية متسلسلة وفق مبادئ ومعايير التربية الأسرية والاجتماعية، وهذه التربية الأسرية لا تأتي اعتباطا، من شاب على شيء قد شاب عليه. إذن البذرة الأولى لزراعة القيم الأخلاقية. عليكم دكتور، أنا بنزح عليكم صوت الطفولة ولا بزحمة عليكم.
نعم القيم الأخلاقية والتربوية هي الأسرة. الأسرة هذه البذرة التي تزرع في الطفل الاحترام والتقدير والصدق والأمانة وحسن الخلق. اليوم ركزنا كثيرا عن مفاهيم كثيرة، لكن مع الأسف الشديد لا نطبقها عمليا وعلميا في حياتنا التربوية والاجتماعية. وهناك ظواهر سلوكية كثيرة في المجتمع باتت، وخصوصا في المجتمع العراقي، لأنه اليوم يمر بظروف في غاية الصعوبة. إذا عانى أفراده ويلات الحروب والدمار وأزمات اقتصادية استمرت لسنوات طويلة وتركت فراغات كثيرة في تركيبة المجتمع وقيمه الأخلاقية، وأدت بدورها إلى تغييرات كثيرة متعددة مختلفة، منها تغيير في أخلاق الناس، وهذا يعني جدا مهم في ممارسة السلوكيات، يعني مع الأسف الشديد الغير مقبولة، وخصوصا في بر الوالدين وبعد الاحتلال، وما تداخل فيه من قيم أخلاقية دخيلة علينا اليوم كثيرة، ومنها بر الوالدين مع الأسف الشديد بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتركيبة النفسية المزاجية حقيقة للمواطن العراقي. أصبح الوالدين يعيشون في غربة اجتماعية وغربة أخلاقية كثيرة، لأن مع الأسف الشديد اليوم نجد الشاب أو الشابة، يعني معظم أنا عندي كانت محاضرات في دار المسنين، وهذا الولد مدير دار المسنين هم رجل خريج قسم الإرشاد، يعني حكالي قال لي دكتور معظم اللي يقطنون دار المسنين هم بسبب أولادهم مع الأسف الشديد. ليش؟ لأنه هو من يكبر الإنسان هو يحتاج إلى إنسان ينتشله آخر. مع الأسف الكثير من عندنا يعتبرون الأبوين أصبحوا عبئاً عليهم. هذا العبء ما راح يصير؟ راح يصير بتدخلات من الزوج أو الزوجة أو إلى آخره. ما أريد أمك تقعد وياي، ما أريد أبوك يقعد وياي، والله أرد أخذ راحتي، والله أرد أطلع، أرد أطب، أرد أصرف. فخطية ثلاثة أرباعهم وين يودوهم؟ يودوهم الدار المسنين، وهم يا ريت يودوهم ويتواصلون وياهم، لا ويذبوهم. مع الأسف الشديد يعني أصبحت هذه القيم الآن المتداولة، والبعض يعني يحكيها بتفاخر. قال لي هو هذا الولد يحكي، قال لهم أنا ذبيت أمي وأبوي بدار المسنين يعني حتى يعيشون هناك وكذا، ما يعتبرها فت ثلمة أو يعتبرها فت سبة في حياته، بل يعتبرها مفخرة سنة. يمشي بها مع الأسف إحصائيا نقول قليلين كثيرين ما ندري، بس لكن هذا الشكل اليوم. حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني قال إن حسن الخلق هو الجنة تحت أقدام الأمهات، والكثير من الآيات الكريمة التي أكدت على بر الوالدين، واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربي صغيرا. هذه الآيات الكريمة اللي ذكرتها سابقا دكتورة هناء، حقيقة الكثير من عندنا لأنه ابتعد عن القرآن الكريم أو يعرف هو قاريها لكن ما تواصل معها وما قرأها بتفقه وبتمعن، أصبحت هذه السلوكيات سلوكيات شائعة في مجتمعنا اليوم، وخصوصا في بر الوالدين. يعني اليوم معظم المشاكل اللي قاعد تصير عندنا جاي نشوف احنا بالفيسبوك، وقاعد نشوف بالاخبار اب يقتل العفو ابن يقتل اباه على مود شنو؟ على مود مصرف، على مود انا ذاك يوم يعني حادثه نقلتها احد القنوات في العراق، يعني قتل والده لانه قال له قوم ادرس، قتله يعني قال له قوم اقرا قوم ادرس، يعني شلون تقول لي هيج قام ضرب. هذه المرحله اللي وصلنا اليها اليوم بحاجه انه احنا ندرسها من ناحيه نفسيه واجتماعيه واكاديميه، وهذا يقع على عاتق وحده الارشاد التربوي
في المؤسسات التربوية والجامعية حقيقة. اليوم أنت راح تقول لي شنو العلاج لهاي الأمور أو شنو العلاج لها؟ تكثيف الدورات المنهجية التطويرية في المجتمع، في بر الوالدين، في إلقاء المحاضرات في دار المسنين، نشرات التوعية، وكذلك حتى الإذاعات المسموعة والمرئية أنها تحث على بر الوالدين. علماء الدين كذلك يأخذون دورهم، يعني أخذوا دورهم كثيرا هم، وكذلك في نصف الخطبة مالتهم يركزون على بر الوالدين ويركزون على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وعلى أحاديث آل البيت سلام الله عليهم في بر الوالدين. اللي الآن اللي جاي يحصل في المجتمع بسبب الظروف الاقتصادية، الفقر، حتى بعض الأحيان بيهم يعني مرات هو حتى الحالة إذا كانت الاقتصادية مرتفعة مع الأسف الشديد، هم بدوا يسيئون إلى الوالدين ويسيئون إليهم. يعني واحد يتعارك ويا أبوه، والله اعطيني الورث، أنا أريد ورث وأريد كذا وإلى آخره. واحد يسب أمه بالشارع، واحد مثلا يدخل والده في دار المسنين تعاجز منها على مود زوجته وعلى مود كذا وإلى آخره أو زوجها. فهاي كلها هاي المسببات وهاي الأسباب هي أبعادها نفسية وأبعادها أخلاقية قبل لا تكون أبعاد سلوكية، لأنه لكل شيء يحدث له شيء آخر، يعني ردة فعل عكسية. اليوم التطورات الحديثة من وسائل التواصل الاجتماعي ومن البرامج التوعوية، أنه يا ريت نوصل أكبر صوت، يعني أكبر صوت إلى المجتمع، لأنه هو المجتمع مو هو يثقف الجامعة، أكيد هي الجامعة تثقف المجتمع. اليوم عندنا ناس أكاديميين من أصحاب الخبرة المختصين في مجال التربية وعلم النفس والإرشاد والمجال الفلسفي والمجال الديني، ونعشقهم في المجتمع، نعشقهم في دار المسنين، في الأمور اللي تصبح بها مشاكل، في الأمور اللي تصبح كذا. اليوم حتى القيم مالتنا إحنا بالمجتمع اختلفت اختلافا جذريا. قبل الأب والأم لهم هيبة وسطوة، اليوم بالمجتمع مالتنا أصبح البنت أو الولد متمردين على الدراسة، متمردين على الوالدين، ساقطين من الحياة، ساقطين من كلها. فهذه مشكلة، هي مشكلة أخلاقية ومشكلة تحتاج إلى علاج نفسي، مثل هذه المحاضرات التوعوية اللي موجودة اليوم عندنا. يا ريت أن تبث وأن يدخل فد مشروع أكاديمي من تدريسين الجامعة في المجتمع، وأن يعالجوا هذه القضايا المهمة التي تهدد قيام المجتمع وتهدد بنائه الأسري والاجتماعي. شكرا جزيلا لكم ولهذه المحاضرة ولحسن إصغائكم، وعسى أن أكون وفقت في تقديم فد ملخص بحثي عن المحور الأخلاقي في بر الوالدين. شكرا جزيلا ست مروة، شكرا جزيلا دكتورة هناء. شكرا جزيلا دكتور سنان. المحور الأخير من ندوة هذا اليوم لمدرس مساعد عبير عباس خضير، فضلك ست عبير. شكرا جزيلا ست مروة، السلام عليكم جميعا أساتذتنا، وشكر جزيل إلى دكتورة هناء ودكتور سنان. طبعا دكتورة هناء ودكتورة سنان حكونا الوصف العام اللي جاي يصير، بس علماء النفس والباحثين والأخصائيين بهذا المجال يبحثون عن السبب، يشوفون المنظومة الانفعالية النفسية للبشر ليش قامت بهذا السلوك، شنو السبب. فهذول المجموعة من العلماء تساءلوا تساؤل، ما السبب الذي يدفع الأبناء إلى عقوق الوالدين؟ هل قسوة الأبناء نتاج للتربية والتنشئة الاجتماعية الخاطئة؟ وهل المعاملة القاسية من أحد الوالدين أو كلاهما هي ما تولد الجفاء والشعور بالقهر والمعاناة لدى الأبناء فتحولهم إلى أبناء عاقين لآبائهم؟ طبعاً من خلال هذا التساؤل اللي طرحه علماء الاجتماع، علماء النفس المختصين والمعالجين النفسيين راح يرجعون إلى جذر العلاقة، جذر العلاقة بين هذا الأب وأبنائه، بين هذه الأم وأبنائها.
فهاي العلاقة مو بالسهولة أن يرجعوا لها، فرجعوا لها عن طريق دراسات مختصة في علم النفس النمو تسمى الدراسات الطولية. الدراسات الطولية راح تأخذ الأفراد معينين من لحظة ولادتهم بين فترة وفترة، طبعاً يشوفون وضعيتهم فراح يسجلون بيانات، وطبعاً يعرفون السلوكيات والوضع الاقتصادي للعائلة والوضع الاجتماعي للعائلة وترتيب الأخوة، هاي كلها متغيرات تأخذ بنظر الاعتبار، ودكتور سنان يعرف شنو أنا جاي أحكي ودكتورة هنا أيضاً، فراح يدرسون طبيعة هذه العلاقة من بدايتها. ليش راح يدرسونها من بدايتها؟ لأن تعد العلاقة بين الأبناء وآبائهم من أهم العلاقات البشرية وأكثرها تأثيراً وتعقيداً على شخصية هذا الطفل اللي هو راح يكبر أصلاً ويصير رب أسرة، خصوصاً في مرحلة الطفولة، حيث تتغير هذه العلاقة في مرحلة المراهقة، إذ يسعى المراهقون غالباً إلى الاستقلال عن العائلة واتخاذ القرارات الخاصة بهم دون اللجوء لأحد، مما يزيد من المخاطر التي يمكن التعرض لها، وهنا يأتي دور الآباء في مساعدة أبنائهم في التغلب على التحديات التي يواجهونها ومساعدتهم كذلك على فهم مدى تأثير اختياراتهم على صحتهم وأمنهم، ويعود الحفاظ على علاقة جيدة بين الأب والابن بالنفع على كليهما، فهي تخفف من ضغوطات الأب العاطفية والجسدية وتزيد من احترام الابن لذاته وتشعره بالسعادة والرضا عن حياته، كما تقلل من نسبة السلوكيات الخاطئة المحتملة للأبناء وتحافظ على أخلاقهم. طبعا العلاقات أنواع، ممكن احنا نشابه بطبيعة العلاقة، فشخص عن شخص يختلف بعلاقته بأهله، وهاي العلاقات قسموها علماء الاجتماع إلى عدة أنواع، أخذنا جزء بسيط من عدها اللي هي العلاقات الآمنة. طبعاً هاي معروفة وهي أقوى أنواع العلاقات بين البشر بالعوائل، بحيث يشعر الإبن أنه يعتمد على والديه كما يعلم أنهم جاهزون دائماً لدعمه عند الحاجة، وهو كذلك بالمثل يعاملهم. أكو علاقة ثانية أو نوع ثاني سموها هذول مجموعة العلماء العلاقة التجنبية، وهي علاقة غير آمنة، بحيث يعمل الطفل إلى اللجوء لأشخاص ثانيين راح يلبي احتياجه من الأمان، وإحنا عرفنا الحاجات الفسيولوجية الأساسية حسب هرم ماسلو يكون بها عامل الأمان جدا مهم، ويتأثر بهذا الطفل وراح يبني عليه علاقات الأسرية القادمة إذا كان هو غير مشبع. زين، هذه نوع من العلاقة، العلاقة الآمنة سولفنا عنها، والعلاقة التجنبية. أكو علاقة متناقضة، إحنا راح يبدأ الجهاز الانفعالي لهذا الشخص ينمو بشكل مضطرب، إذا نمى بشكل مضطرب راح يأثر على العلاقة الطويلة الأمد، من أبوه يصير كبير بالعمر شلون راح يتعامل وياه. العلاقة المتناقضة تعتبر صورة أخرى من العلاقات غير الآمنة، وفي هذه العلاقة يعلم الطفل أنه يتم تلبية حاجاته بالشكل الصحيح أحياناً ولا يتم ذلك في أحيان أخرى، يعني ما يعرف هذا يثاب على شنو أو يعاقب على شنو بالضبط، هذا كلها تأثر على أفكاره وطبيعة أفكاره وشون يتعامل. والعلاقة غير المنتظمة اللي هي الرابعة، والتي لا يستطيع الابن التنبؤ بأفعال والديه. طبعاً راح نرجع الجذر السؤال اللي سألناه عن تساؤل السبب الذي يدفع الأبناء إلى عقوق الوالدين، هل قسوة الأبناء نتاج للتربية والتنشئة الاجتماعية الخاطئة، وهل المعاملة القاسية من أحد الوالدين أو كلاهما هي ما تولد الجفاء والشعور بالقهر والمعاناة لدى الأبناء فتحولهم إلى أبناء عاقين لآبائهم؟ بعض الدراسات الطولية اللي هي اختصت باختصاصات علم نفس النمو وعلم النفس التطوري أكدت على أن الطفل الذي ينشأ في بيئة تتسم بالقسوة والعنف سيتحول بمرور الوقت إلى شخص عدواني اتجاه أهله، اتجاه الأشخاص اللي سببوا له هذا العنف، قاسي القلب، متمرد على أهله، ستصبح القسوة سلوكاً وسمة من سماته الشخصية.
يظهر في المستقبل في صورة عدوان على الذات أو ما يسمى بالمازوخية بعض الأحيان، أو تتجه تلك الطاقة العدوانية إلى الخارج ويصبح شخصاً سادياً يجد متعة في إيذاء الآخرين، لا يسلم من شره قريباً ولا بعيداً، بل وقد تمتد إلى أقرب الناس إليه كالآباء، وهي هاي بالصورة الأولى. وأحياناً في أحيان كثيرة الزوجة والأبناء نفسهم يعني يورث العقد النفسية والسلوك نفس اللي كانوا يعاملون بأبناء آباء أبو أو أمه الأبناء. فقدان الحب والأمان والاهتمام يجعله عاجزاً على أن يقدمهم لغيره. هذه فيما يخص النتائج اللي خصت بها الدراسات الطولية. زين، إذا كانت القسوة مطلوبة في بعض الأحيان لابد أن تكون مغلفة بالرحمة والحنان بعيدة عن الأذى النفسي والبدني، فالتعامل بعنف مع هذا الطفل اللي هو راح تكبر المنظومة الانفعالية مالته وراح يكون مسؤول عن عائلة وراح هو راح يكون مسؤول عن أبوه أيضا وراح يصير بالنهاية طفل عاق، هذه القسوة المطلوبة يجب أن تكون مغلفة بالرحمة والحنان بعيدة عن الأذى النفسي والبدني، فالتعامل بعنف مع الطفل، عدم إشباع احتياجاته العاطفية والنفسية، عدم تربيته على أسس دينية وتربوية سليمة ستجعله يواجه صعوبات ومشاكل في حياته، وسيحمل والديه مسؤولية الإهمال والتقصير في حقه. طبعاً هذا نتاج كرد فعل، ولكل قاعدة شواذ. أكو بالعكس أهلهم عاملوهم معاملة قاسية بس هما ما بادروهم بنفس الأسلوب اللي تعاملوا به. فالجهاز النفسي للكائن هذا المعقد البشري مو كلها تتشابه سوى. مثلا أكو قدرة تحمل نفسية عند شخص، الشخص الثاني ما عنده هاي القدرة النفسية، وإحنا شايفينها ببيئة العمل. أكو شخص يتعرض إلى ضغوط ويتحملها ويكون إنسان ناجح، وأكو لا. مثل هذول نفسهم الأشخاص بداخل أسرة معينة يتحمل هاي الضغوط النفسية قد تتحول إلى أمراض نفسية. يتحمل هاي الضغوط النفسية الشخص الثاني ده أخوانهم طبعاً داخل هاي الأسرة قد تتحول إلى مرونة نفسية وقدرة على التحمل وتكسب صلابة. زين، فإذا التعرض للضغوط النفسية وتحول هذا الجهاز النفسي العصبي إلى شيء ثاني وردات فعل عنيفة، ومثل ما تفضل دكتور سينان ودكتورة هنا إن هذا يطلع الابن بطريقة غريبة إن يعق والديه أو يقول أنا ما أقدر أشوفهم. إحنا بالجلسات الأرشادية يجي يعني يجون بعض الأشخاص يقول أنا ما أقدر أعيش وياه، أنا مو قصة إنه هو الذاني أو ظلم بس أنا ما أقدر أشوفه، أنا ما أقدر يعني واصل لمرحلة إنه ما يتحمل. ليش وصلت العلاقة لهذا الشيء؟ هنا نتيجي دور الوحدات الأرشادية بتقديم البرامج والعلاجات الأرشادية. طبعا هاي صورة مختصرة والموضوع كلش طويل وإلى أبعاده، أبعاده النفسية، أبعاده الاجتماعية، أبعاده المادية، ومثل ما أكدنا على دكتور سينان أبعاده الاقتصادية أيضا. العامل الاقتصادي يلعب دور بنسبة 75% يمكن أو أكثر في استقرار الأسرة، لأن أغلب المشاكل تنبع من جانب مادي. طبعا هذا اختصار شديد وشاكرة لكم شكر جزيل الاستماعكم للندوة مالتنا اللي هي تحمل عنوان بر الوالدين. شكرا جزيلا ست عبير. طبعا نشكر الأستاذ المحاضرين الأستاذ الدكتور هناء عبد النبي والأستاذ مساعد الدكتور سنان سعيد الأسدي والست عبير المحترمة. الباب مفتوح الآن أمامكم أساتذتنا الحضور، إذا أحد عنده مداخلة أو سؤال أو استفسار من الأساتذة ممكن دقيقة أو دقيقتين نأخذ باب المداخلات لأن إحنا أطلنا عليكم. ست سهاد تفضلي أو دكتورة سهاد. الله يحفظك الله يسلم. السلام عليكم، شلونكم عيوني؟ إن شاء الله بخير الكل، حياكم الله. بالنسبة للمقترح دكتور سنان على موضوع يعني الثقافة الأسرية أو المجتمعية أو العلاقات بين الأبن والوالدين، يعني إحنا بالنسبة للمدارس مالتنا الأكاديمية يعني على وزارة التربية فاقترحنا يعاد درس الثقافة
أو يعاد درس الأخلاق. فإحنا بما أنه رفضت الوزارة هذا المقترح مالتنا، سوينا خطة عمل داخل مدرستنا، وأكثر يعني ونشرنا هذا خطة العمل في بعض المدارس بابل، أنه نخلي درس توعية أو ثقافة دينية في كل مادة 10 دقائق. يعني مثلا درس الإسلامية ممكن نستغله، درس العربي، درس الفنية، بعض الدروس ممكن يعني مثل ما يقول نحاول أنه نقلل المادة مالتهم أو نستغل المادة مالتهم ونعطيهم هاي الثقافة الدينية على حقوق الوالدين وعلى حقوق الوالدين وشلون كيفية التعامل معها. لكن كمنهج ما حاولنا وما حصلنا أي شيء. يا ريت هذا الموضوع يتطبق على الجامعات. شكرا جزيلا ألو دكتورة سهاد. ألو نعم دكتورة سهاد، وصلت مداخلتك دكتورة. دكتورة وصل صوتك، سمعنا المداخلة، شكرا جزيلا على هذا الاقتراح. وفعلا هو المفروض انه تطبق كل المجتمعات كل المؤسسات الحكوميه تطبق هذه الاشياء، بر الوالدين وتربيه الاطفال، مساعده الفقراء. يعني هو عندنا احنا جوانب جاي يعني تكثر بالمجتمع، واثارها السلبيه جاي تزداد وتاثر سلبا علينا. اذا احد عنده مداخله. نعم استاذ دكتور حولي. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ الدكتور أمير جابر من جامعة الكوفة. أشكر هذه المحاضرة القيمة، المحاضرات القيمة والمواضيع المهمة، وأشكر المحاضرين بما أدوا به من معلومات علمية. حقيقة عندي نقطتين. النقطة الأولى، الأهم من ذلك كله، أنه الوالدين هم النموذج. عندما يقومون ببر والديهم سوف يتعلم الابن. هذه نقطة كلش مهمة وحساسة. احنا نتفاجئ لماذا نكر امه ونكر ابوه، مو هو كان ناكر امه وابوه، وهذا شافه لما الكبر طبقها. يعني رب العالمين هو هم كانه حضر الهياء كجزاء بما عمل، وهم يتعلم الابن. فاحنا لازم الحقيقه نحتاج علم الان ارشاد، مو الابناء، ارشاد للاباء كيف يبرون بابنائهم حتى ابنائهم يتعلموا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ما ليس مع الكتب المنهجية للأخلاق، يعني هذه تثقل كاهل الطالب وداخل من أخته وجدوة كذا. لا بأس أن تدرج مع بعض المواد، فيا ريت أن تكون الأخلاق نموذج المعلم، أخلاقه بالأنشطة بالقيم الأخلاقية المنتشرة بالمدرسة، علاقة المدرس مع الطالب، علاقة الطالب مع المدرس. العفو، يعني شنو قصدي؟ تجسد هذه الأخلاق مو بمناهج مفصلة تأخذ وقت، وإنما تزيد واقع، تجسدها بالواقع حتى تكون أكثر بها فائدة للطالب. مع شكر جزيل لكم. شكرا جزيلا دكتورة أميرة. فعلا ممكن أنه يكون بالتوجيه، هاي بالنسبة للنقطة الثانية، ونشكر وجهة نظرك. بالنسبة للنقطة الأولى، فعلا هو زرع وحصاد. اليوم احنا شنو الزرع اللي نزرعه مستقبلا راح نحصدنا مثله. شكرا جزيلا دكتورة أميرة. إذا أحد بعد عنده مداخلة أو استفسار، دكتور أحمد تفضل. السلام عليكم دكتور، حياكم الله. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. يعني بحد ذاته، يعني هو من وصل إلى مرحلة جامعية، يا هل ترى يعني هاي الأمور تخص بر الوالدين معقولة؟ يعني عنده نوع من قلة الثقافة أو إهمال، أو عنده يعني نوع من التلكب هاي الأمور؟ يعني هاي المراحل الدراسة إسلامية ودرس يعني نوع من الفكر الديني، الواعز الديني، الثقافي، الأخلاقي، يعني معقولة يوصل للمرحلة الجامعية وينتقص هاي المعلومات أو الثقافة، أو لربما هو البيئة العايش بها يعني هي جاي تأثر تخلي يعني متدني، يعني مستوى من هذه الأمور هي بر الوالدين أو عقوق الوالدين؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. رابط الحضور نزل حضراتكم، أعتقد دكتور سجل الحضور. دكتور سيف،
طبعا تحية طيبة لجميع السيدات والأستاذ الحضور، شكرا جزيلا ست مروة على هذه النشاطات المتنوعة، وشكرا للسيدات والسادة الحضور وبالأخص المحاضرين لهذا اليوم. طبعا جاي نسجل معلومات الأساتذة الحضور، وصل لحد الآن 70 التسجيل، فإن شاء الله احنا موجودين وقاعد ننتظر معلومات الحضور اللي بعدهم ما مكملين بياناتهم. نشكر لك جهودك دكتور سيف. دكتور سيف طبعا مسؤول شعبة التكنولوجيا المعلومات في كلية التربية البنات، شكرا جهود جزيلا لجهودك المبذولة. شكرا جزيلا. طبعا ما ننسى دائما نشكر قناة شاهد على تسجيل المحاضرة وتنظيمها ونشرها على مواقع والمستوعبات العالمية وموقع اليوتيوب الخاص بالقناة نفسها. شكرا جزيلا للقائمين في قناة شاهد، وأيضا نشكر جميع السيدات والسادة المتابعين لنشاطات جامعة البصرة كلية التربية البنات من كافة الجامعات العراقية وحتى كافة المؤسسات العراقية داخل البلد وخارج البلد، وإن شاء الله دائما نكون مصدر لنقل ونشر العلم والمعرفة. تحياتي للجميع. شكرا دكتور. إذن بنهاية جلستنا لهذا اليوم نشكر حضراتكم الاستماع والانضمام لهذه الندوة، وإن شاء الله نلتقي بندوات أخرى ونجدد دعوتنا لكم على قناة الدعاء. إذا ممكن المايك بلا زحمة رابط الحضور، نجدد دعوتنا لحضراتكم أن وحدة التعليم المستمر في كلية التربية للبنات مستعدة لاستقبال كل الندوات والورش والأنشطة الخاصة بكم من جميع الجامعات العراقية. في اللي يحب يعقد ندوة أو ورشة إلكترونية ضمن كليتنا احنا مستعدين لاستقبال الأنشطة والمعلومات. وعليكم السلام. فرابط القناة موجودة على التليجرام، أي استفسار ممكن مراسلة الدكتور سيف لأن الرقم مالته مثبت، وأنا أيضا معرفي موجود في قناة التليجرام، وأيضا أوامر الإدارية بالحضور تنشر على نفس القناة التعليم المستمر كلية التربية للبنات. تفضل دكتور سيف جاسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. في البدء أقدم شكري وامتناني لحضرتك دكتورة مروة للإدارة المتميزة مع الدكتور سيف لهذه المحاضرة القيمة الصراحة اللي سلطوا الأساتذة دكتور سنان والدكتورة هناء عبد النبي العبادي وأيضا الدكتورة عبير على موضوع مهم وهو بر الوالدين. طبعا بر الوالدين هو باب من أبواب الجنة، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين يعني أكد على هذا الموضوع في أحد أحاديثه، قال أفضل الأعمال عند الله هي الصلاة في وقتها والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين. فبر الوالدين هو أعظم شيء في الوجود، يعني نعمة وجود الأب والأم هي نعمة ولا يدركها فقط الإنسان اللي يفقدها. والوالدين إيش قد ما يعني إحنا نسويهم ونخدمهم ونرعاهم ونبرهم بالدنيا وبالآخرة نبقى إحنا مقصرين في حقهم. ليش؟ لأن التربية أنا بنظري يعني أستاذ وأكاديمي بنظري أنه التربية هي أصعب من التعليم. تعليم أي شخص يقدر يتعلم تعليم، لكن التربية صعبة. أنت دا تبني ودا تعد جيل للمستقبل ظل ظروف صعبة وتحديات وتكنولوجيا ومخدرات وابتزاز واصدقاء سوء يوميا، ما شاء الله جاي تظهر مشاكل بالمجتمع ودزيت خطورتها يوم بعد آخر، وهذا طبعا كلها تأثر على أجيالنا، يعني حتى على المرحلة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وحتى على مستوى الجامعات والوسائل الإعلام وغيرها من النهاية. هاي كلها تأثر على ابناء، يعني حتى لو أنا أعرف أسر تعد ابنائها وتبنيهم وتعلمهم وتوصلهم إلى مراحل من العلم والمعرفة، لكن مع الأسف بعض التحديات ينجرفون إلها الأبناء تعكس على تربيتهم، وبالتالي راح تأثر على برهم لوالديهم. وأعرف ناس هم عانوا ما عانوا من فقر وتحديات وصعوبات بالحياة لكنهم بروا والديهم الآخر لحظة بحياتهم. فبر الوالدين
يحتاج لصبر، يحتاج لإرادة، يحتاج لأنه الشخص من يبر والده يعرف ليش يبرهم. يعني هي مو رد جميل للوالدين، وإنما هو راح يمر بهذا الظرف من راح يكبر وراح يتزوج راح يصبح أب، راح يعرف معنى الأبناء وتربيتهم والظروف اللي مروا بها، بالإضافة لأنه هو يرد جميلهم. ليش؟ يعني لأن هم بذلوا ما بذلوا وصبروا وعانوا واشتغلوا في سبيل أنه يوصلون أبنائهم إلى أفضل مراتب العلم، إلى أفضل مكانة بالمجتمع، فهذا أيضا راح يمرون به وراح يعانوا. فإذا الإنسان للابن بر والديه أيضا الله راح يوفقه راح ييسر أموره، وإذا صار العكس راح يصير العكس ويا أيضا مع أبنائه، وطبعا الله سبحانه وتعالى بالإضافة لذلك راح يوفقه راح ييسر أموره. ليش؟ لأن هو يتحمل يعني شقول جوهرة من جواهر الكون، اتحملهم. ويعني ما أقدر أحكي بعد أكثر من هذا. الحمد لله أنا يعني مريت بتجربة ويا والدتي الله يرحمها، ظليت تقريبا 10 سنوات أنا أخدمها أنا وعائلتي، وتحملت وياها لآخر لحظة بحياتها. دائما كانت تقول لي الله يوفقك ابني سيف ويفتحها بوجهك، والحمد لله لحد هذا وقتي الله سبحانه وتعالى يوفقني بهواي أمور. أتذكر أقول الحمد لله دعوات أمي الله يرحمها اللي أنا ما قصرت وياها. فتجربتي من خلال هذه التجربة أريد أوصل رسالة لكل شخص يسمعني وكل شخص موجود بهذه المحاضرة، أنه الأب والأم أبد لا تقصرون وياهم، قصروا ويا أبنائكم ويا عائلتكم ويا أسرتكم، بس الأب والأم لا تقصرون وياهم، لأن إذا فقدتوهم راح تحسون بقيمتهم، والأب والأم ما حد يعوضهم، مكانتهم ما حد يعوضها نهائياً. أتمنى التوفيق للجميع وشكراً جزيلاً لهذه المحاضرة القيمة، وبارك الله بكم، وشكراً لك دكتورة مروة وللدكتور سيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً دكتور سيف، والرحمة والخلود الروح والدك. أساتذتنا الكرام، إلى هنا ننهي ندوتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نلتقي في ندوات أخرى. في شهر حزيران إن شاء الله راح تكون عندنا عدة أنشطة، أيضا روابط الأنشطة سوف ترسل على القناة والأقسام الكلية بالنسبة لكلية تربية بنات، وبالنسبة للجامعات العراقية الأخرى إن شاء الله الرابط ينزل على قناة التعليم المستمر كلية تربية البنات.